قدوميها بورك شركة تلسوم جروب عبدكريم محمد إيد عياسي رسمي وشاعي إن شركة تلسوم أي كوغولي ستي قادة شادة شهادة عالمي أي سي أو 27001 لحريدا نظام كمارين تأمني معلومات كا Information Security Management System إيضو أي تلسوم نقوني سو شركة دي وغو ريسي إيقود أهم بسو مالي لان كجرتا غارهان دنكا إسكارسينتا ماليات إيه تكنولوجيا دا سومالي لان إيه كوغولي ستي إن أي هشو شهادة داني كغبح لها أن شعالا إنا فرصد دان وغفا إيديستو إن فلله الحمد شركة دا تالي سومالي نقطي شركة دي وغهر ريسي جيغة سومالي دا كوغولي ستا إن أي سيرتيفكيشن كا ISO 27001 أو Information Security Management System كأه أي كوغولي ست وزير كوزارة دا إسكارسين تاية تكنولوجيا دا سومالي لان دكتر عبدويلي عبدالله صوفي أي أكو هنبليي إن تلصم أي نقطي ISO 27001 Certified وزير كو حكالي أو تلصم كو بغادي كالين تا تكنولوجيا ديد أي دالكا كاكا جلتو وحان هنبليو قد دريا شركة دا تلصم إن شهادة دا ISO certificate كي information security كي أي كوه الشيء ولا هي هم بالي يوم زمان قدومي شغالين بعد قبتين شهادة نوع وحوي إن عاد كسب حضرت أمان شروط دلوقة بهي هي إن طايقة تاني مكاء أمان كحكت أو توصيصة إن أي مرين إن هول دير شهادة إن كاسين قارسي فضود لوقة تماها ونسود وين عبد غني حسين أبو كر عبد غني بيلود وركه ريال تي في